إخوتي في اللقاء السياسي الشعبي اللبناني الفلسطيني أتوجه بالتحية لكم، وأنتم اليوم تنتفضون ضد الإجراءات الظالمة. من مخيماتها المقاومة ومن كل لبنان، من صيدا حاضنة النضال الفلسطيني، من صيدا شريكة النضال الفلسطيني، نتوجه بالتحية إلى فلسطين، فلسطين، إلى أهلنا، إلى أهلنا هناك الصامدون في وجه العدو الصهيوني، إلى أهلنا في أراضي 48، إلى أهلنا في الضفة الغربية بعد عن الطاولة وغزة. لا أنتم مش بعدين عن الطاولة، مش بعدين عن الطاولة. إلى أهلنا، إلى أهلنا في الضفة الغربية والقدس وغزة. التحية لشهداء فلسطين وجرحى فلسطين وأسرى فلسطين وأطفال فلسطين. تحية لمحمد عوالي عليان. تحية لعهد التميمي. التحية للشباب الفلسطيني، للنساء الفلسطينيات، للرجال الفلسطينيون. التحية لهم وهم المدافعون عن كرامة هذا الشعب العظيم المعطاء، شعب الجبارين. معا نكافح معا وسنبقى معا.
سنبقى معا إلى أن نعود جميعا إلى فلسطين المحررة من النهر إلى البحر. سنعود معا إلى فلسطين. عندما أرى هؤلاء الشباب أتأكد وأتيقن أن فلسطين سوف تتحرر وأن المشروع الصهيوني سوف يهزمه هؤلاء الشباب الذين هؤلاء الشباب في الشتات في لبنان وفي غير لبنان الذين لم يولدوا في فلسطين ولم تتكحل عيونهم برؤية فلسطين مدنها وقراها وتذاكرها. هذا الشعب، هؤلاء الشباب، هؤلاء الأطفال عندما يرفعون راية التحرير وراية العودة بالتأكيد فلسطين سوف تتحرر. يا حكومة لبنان، يا حكومة لبنان، الله لا يوفق. الشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني لا يريد منكم لا جنسية ولا امتيازات، إنما يريد كرامته الإنسانية، وهذه حق له، فهذا حق له. لا نرضى نحن الوطنيون اللبنانيون، لا نرضى بديلا عن كرامة الإنسان وحق الشعب الفلسطيني وكرامته الإنسانية. من التوطين. الشباب الفلسطيني هو الضمانة ضد التوطين. الشباب الفلسطيني هو الضمانة ضد التوطين. هذا الشباب المناضل المكافح ليس من أجل جنسية من هنا أو هناك، إنما هو يريد أن يعود إلى وطنه. ولكن إياكم، إياكم، إياكم أن تفرطوا بكرامته الإنسانية، إياكم أن تفرطوا بكرامته الإنسانية. الإجراءات التي اتخذها وزير العمل والتي بشكل أو بآخر لا تزال تغطيها الحكومة اللبنانية هي إجراءات ساقطة ساقطة ساقطة. واليوم، واليوم هذه الجماهير اللبنانية الفلسطينية قد أسقطت هذه الإجراءات، قد أسقطت هذه الإجراءات. ومعكم شباب لبنان السائر الغاضب والغارق في البؤس والبطالة، معكم شباب لبنان. هذا الشباب لن يرضى، لن يرضى الذلة وامتهان الكرامة للشعب الفلسطيني. يتحدثون عن صفقة القرن، يتحدثون عن صفقة القرن. يتحدثون عن صفقة القرن. كرامة الشعوب وحرية الشعوب ووحدة الشعوب ووحدة الشعبين اللبناني والفلسطيني هي من سيسقط صفقة القرن.
الشعوب، لا لقمع الشعوب، ولا لامتهان كرامة الشعوب، بصرف النظر عما يخفيه إجراء وزير العمل بادعاء تطبيق القانون وحماية اليد العاملة اللبنانية كما يقول. لما القانون أيها الإخوة والأخوات، لما القانون بده يسبب الظلم، لما القانون بده يكون له انعكاسات خطيرة على الأوضاع بالبلد، عمل البلد واستقراره وعم عيشة الناس بهالبلد، فليسقط هذا القانون. نحن باسمكم جميعا، باسمكم يا شباب لبنان وفلسطين، نطالب الحكومة بتجميد النهائي وإلغاء النهائي لهذه الإجراءات، ونطالبهم بإجراء كل التعديلات اللازمة لإعطاء وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعب الفلسطيني. والمعاناة والتضييق التي يعاني منها أبناء هذه المخيمات. هؤلاء هول إخواننا ما نرضى لهم، لا البهدلة ولا الذل ولا الفقر ولا العوز ولا التعصب ولا الاستبداد. حجتهم بهذا القانون انه حماية اليد العاملة اللبنانية. يا حرام الشوم على الايد العاملة اللبنانية، هي منكوبة بهالاجراءات ومن دون هالاجراءات. هي بالحالتين بكل الاحوال هي منكوبة بفضل السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة. دوات البلد محاط، والمنطقة كلها محاطة بالصراعات الخطيرة والملفات الحساسة والصفقات ومنها صفقة القرن. ولبنان يغرق بالأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية وغيرها من الأزمات. حكومة إلى العمل معطلة وبلا عمل. بهذا الواقع الصعب، بهذه الظروف الصعبة بيجي هذا القرار، قرار بالإجراءات بحق الإخوة الفلسطينيين بهالأوقات الصعبة. أولا سؤال، هل هيدا الإجراء هو إجراء سليم؟ أبدا هو إجراء مش سليم. هل هيدا الإجراء هو بريء؟ أبدا هو مش بريء. هل
قلت هل توقيته بريء؟ ابدا ابدا مش بريء. هل يخدم الصفقات التي يتحدثون عنها؟ نعم بالتأكيد يخدم الصفقات التي يتحدثون عنها. هذا الإجراء زاد على أزمات البلد أزمات جديدة. لماذا ولمصلحة من هذا الإجراء ولمصلحة من؟ مزيد من الأزمات في هذا البلد. هذا الإجراء رفع منسوب التوترات في البلد من دون أي نتيجة. ما بيخدم إلا مصلحة أعداء لبنان وأعداء فلسطين. تلك الزعامات ليعرفوا هؤلاء الذين يبنون زعاماتهم على التعصب الطائفي والمذهبي، وهؤلاء الذين يبنون زعاماتهم على العنصرية وعلى تخويف اللبنانيين من بعضهم البعض تارة، ومن الإخوة اللاجئين الفلسطينيين تارة أخرى، ليعرفوا هؤلاء أن زعاماتهم باطلة باطلة باطلة. التحية. اسمع يا وزير اسمع، شعب فلسطين ما بيرجع. بالأمس بالأمس خرجت مجموعات شبابية لبنانية تطالب وزير العمل بالعودة عن قراره وعن إجراءاته، فتحية منكم لهؤلاء الشباب الذين رفعوا صوتكم في وسط بيروت بالأمس أمام وزارة العمل. التحية لكم يا شباب فلسطين، يا شباب المخيمات، يا شباب صيدا، التحية لكم جميعا. لنسقط معا الإجراءات الجائرة، لنطالب معا بإقرار الحقوق السياسية والاجتماعية والإنسانية والمدنية للشعب الفلسطيني. لنسقط معا مشاريع التوطين والتهجير، والنصر حليفكم، والنصر حليفكم، والنصر حليف الشعوب. والسلام عليكم ورحمة الله. Oh,